تنجح كيما جيت انا معايا دعومني جيت باش ناخو كيما خفيت مكنش انتي واقف لي انتي راه درت كذاب وانا عبد محل بيك فرقع في الشياب اعتبرني توا بديت توا بديت توا بديت جاي من حومة سخونة والحلوشة فينا حسرو عالي كيما الموجة والقواعد باش نكسرو عنا لغة بيا وعنا لغة بيا فسرو ما يعمل على حد وعند غراعو باش يوصلو قلبي خليته في الجريف كي الباني في اوروبا مجرم الاحداث وكيف نموت ابني ولي قبه تقول مولود في مولنبيك عطاوله ديما فما الخطه تحس في روحك جبت الخيط وانا هو مولى الكبه طلعت 2015 طلعت فيها ديفينيتيف باش روحت السنين 2015 ثلاث سنين ثلاث سنين برشا حاجات حياة شخصية؟ ايه عملت برشا في الحياة الشخصية اكثر من الموسيقى ما عملت شوية موسيقى كيف 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 ما تعمل موسيقى بديك كيف ما تعمل موسيقى بديك لا ماهيش كيف كيف ماهيش فرد مرشي ماهيش فرد تعاملات يعني كل بلاد ورطالها ما ممكن غاديك في بلدين كيما كيكا تلقى دروا متاع الارتيست محفوظة اكثر هذا ممكن الحاجة اللي عملته في 3 شهور اكثر من اللي عملته في 3 سنين في خاطر في تونس لا لا سوف كو انا ما هبطش انا معناها كانت عندي كانت عندي موسيقى معناها موجوده وما هبطش خليتها معناها تو في تونس تخدم وتهبط تو نخدم ونهبط انا في 3 شهور سجلت صورت هبطت العباد معناها ما خدمت موسيقى في 3 شهور هذوما مش برشا معناها فهمت ما خدمت وقاعد نخدم معناها كيما نقولوا في بروجي معناها في مخي من اوله معناها الاخر وعارفه شنو باش يكون هذاك الحاجه عندك البوم فما البوم سميوها البوم فيها بتهوى مع خاطر سيستم الالبوم يهبط مع بعضه فهمت هذا باش يكون معناها تيتر ورا تيتر مي مربوطين شويه بعض مشيت لفرنسا روحت لتونس خليت تقدم فما حاجات تقدم قبل الراب كيفاش خليته كيفاش هو بطبيعته يتقدم هو مقبل خاطر صاحبي اذا ما يتقدمش مشكله فهمت بالعكس تقدم الراب بزنس تقدم تقدم كبزنس تقدم كموزيكا تقدم ككاليتي نتاع صون معناها تو متوفره خير من قبل تقدم في كل شيء شنو هي احسن حاجه تقدم فيها شنو هي الحاجه اللي ما كنتش تلقاها قبل تو نعرفش اللي ممكن معناها العباد تسمع اكثر راب من قبل معناها ثقافه الراب معناها بدات تزرع في الشعب هذا اكثر من قبل قبل كانت حاجه يغزر لها ترونج توا نتصورها ولات صافي بارتي من الكلتور وهذيك هي معناها جات جينيراسيون اللي معناها من اخر التسعينات عبيت تحارب على الهيب هوب جوسكا معناها اليوم مش ولات هكاك الحمد لله معناها برجوليه بارابور بلدان اخرين عربيه في مراب سماو تبارك الله من احسن كان مش احسن بلاد في العالم العربي فماش احسن ما من احسن ما فماش احسن ما نتصورش فما احسن خاطر ساعات نجم تطلع غنية لهنا باهية تطلع الاخرى مغادية ما اي فما انا برجولية معناها تونس والمغرب بالنسبة لي انا اكثر بلدان فيهم راب متقدم معناها الراب فيهم قاعد يتقدم كل جزائر ما فيهاش راب فيها راب كاسح طلعت تبارك الله برشا ناس مي ككونتيتي نتاع ديزارتيست حتى في الجزائر موجود حتى في الجزائر موجودة الناس تسمع راب حتى كندخل نحن على رسمي ديديكاس اخواتنا الجزائرية دي زيت باور كيما يقولوا خاطر صاحبي بالرسمي كان تدخل على يوتيوب معناها اليوتيوب نتاع التوانسه وتقرا شويه دي كومنتير تلقاهم تلقى برشا من زير يكتبوا معناها ناس مع ثقافه الراب موجوده عندهم ممكن الميديا نتاعهم صاحبي ما تعديش ممكن فما ديزارتيست فما ديزارتيست خرجوا ديزارتيست صاحبي خرجوا عندك انت ما انت تعرف ديزارتيست هذيك لا ما نعرف نعرف قديت نعرف دوبل كانو نعرف سما سول كينغ توا معناها كي من جروب فما جروب اسمه افريكان جانجل من قبل يعملوا في موسيقى بيا بيا تتويت اللي هبطت مطور اللي موجودين تبعين تبعين البروجي تبعين البروجي شنو الديريكسيون اللي تحب تمشي في البروجي الديريكسيون صاحبي مرية مدروسة مدروسة ما مرية على حياتي معناها فهمت على معناها اللي يحس روحي يدونتيفيا معايا باش يسمع هذيك ما فماش فما بروجي نتاع
بريود نتاع عيشه تاع واحد عاشها باش يحكيها في اغنيه. انا كيك الموسيقى راه ستيل دو في هي الموسيقى ماهيش تركيب عمرها. اسمعني هو فما مثل قديم يقول لك المركب عمره ما يركب صح. معناها صاحبي خلينا في الريل لايف حاجه اللي نعيشوها نغنيوها. كان لقيت روحي بزوان باش نهبط للناس برشا موسيقى باش نهبط لقيت روحي بزوان يكون ايزولي ولا نمشي نعيش اخرى نجم نعمل. كيفاش ترى الموسيقى ماكش مربوط ما نقولش لازم نهبط البوبليك يستنى فيا. لا توا بسي توا خاطر عندي صاحبي اكور مع البوبليك وانا خذيت اكور اللي ثم بروجي باش يهبط. اوكي اوكي معناها بروجي ما عندوش اسم صاحبي اسمه هو اسمي صاحبي فهمت فاش نحكي لك معناها اسم البروجي هو الاسم تاعي الارتستيك. اللي هو اكس في معناها اكس في سامبل معناها خاطر ماهيش ماهوش تام فهمت ماهيش تام هي تسلسل نتاع غنايات يربطوا بعضهم هكا. انت باش تحكي على روحك للعباد على روحي سباكي مش كان على روحي صاحبي على روحي وعلى الناس اللي دايره بيا وعلى الفيزيون معناها فيزيون بتاع الدنيا معناها كيفاش راها معناها بالرسمي مش نتخيلها معاهم كيما راهو. شنو ديما اكثر حاجه تركي روحتك شنو ديما اكثر حاجه ترجع لك من البوبليك نتاعك شنو ديما اكثر كلمه تسمعها مع العباد؟ والله صاحبي انا في حياتي العاديه نحترم الناس والناس تحترمني معناها جوي باهي مع العباد معناها حتى الناس في امور موسيقى اللي توقفني يسلموا على بعضنا انا نحبوا بعضنا ما عندي حتى مشكله في الحكايه هذيك معناها ما فماش. العباد اللي تقول لك نحبوا تعمل تيتر تكيكي فيه كيما قبلك نعمل صاحبي نعمل بور فيغ بليزيغ صاحبي شكون عنده هو واحد ابار ربي والعباد اللي تحبه معناها فهمت كان الناس اللي تحبني معناها طالبه مني بشنكيكي اون فري دو فري انا صاحبي اللي رجعت نغني معناها جراس للناس اللي تحبني وجراس للعباد اللي كانوا معايا وما همش معايا اليوم فهمت فاش نحكي لك معناها ماهيش فدليكه ولا فيلم قاعد نصور فيه للناس قاعد بالرسمي نعدي في حق معناها في حقيقه مني لهم بالرسمي معناها من يدي اليد. جاتك بريود خممت باش تبطل فيها ديما المزك انا حتى كي نبدا وحدي فهمت حتى كي ما نهبطش راني عمري ما وقفت على الموسيقى فهمت حتى معناها في بلاصه في بين اربع حيوت عندي كيت فهمت عندي انترنت نسمع لاكتواليتي شنو هي خارج شنو هي مش خارج حتى كي البوبليك ما يسمعش ارتيست ما يعنيش ان الارتيست هذاك مش قادر مزك ممكن اما مانيش الكل كيف كيف عاد كل واحد من بعد وعيته صح انت المهم انا المهم كي ديما قاعد ديما شنو هي تو لي توندونس اللي عاجبينك حتى في الراب يو اس ولا راب فرنسي؟ برشا صاحبي برشا الفيجوال تطور كان اكثر من الاغنيات ممكن وليت نركز تو كي نتفرج في كليبات ممكن نتفرج في الكليب كايماج وكتصوير اكثر من اللي نسمع في الاغنية. فيجوال ولا تتغاط عن تغاط اي لا يعجبني تعجبني مي ساعات تتفرج في كليب بالرسمي قوي تحس بالرسمي في فيجوال يو اس معناها ميم حتى فرنسيس جروب واحدة نصورها معناها وسط الفيجوال هذاك اللي هو بالرسمي يخليك يعيشك مع الكليب كانك تفرج في فيلم. اسمع اكثر فرنسيس ولا اكثر امريكان؟ اسمع ما اي موزيكا نحسها باهية صح. في الراب؟ في اي موزيكا نسمع حتى بينك حتى بينك فلويد صح. نعم حتى تسمع جاز في الراب مش تسمع اكثر فرنسي ولا امريكان؟ سورس عمرها ديما تقعد سورس هذيك والفرنسيس عندهم زادا سيستم تاع ريال لايف يعجبني اللي هو معناها غاديك ما فماش برشا رابيريت يكذبوا على بعضهم ولا تعركوش هكاك بالرسمي غادي كي تصير عركه بين رابيريت راهي معناها اسلحه وناس تولي وبيعة مقطعه فهمت معناها دي فري بيف اه شنو رايك؟ ليش فرنسا معناتها البيف يعملوا منه تولي اندستري معناتها حتى البيف اندستري في فرنسا. من اولو هو اندستري صاحبي مش جديد، اما البيفات بالرسمي معناها فهمت، غادي ما فماش راهو لغة بيف زوز عملوا بيف وتقابلوا عملوا قهوة صاحبي فهمت، بيف راهي الحومة هذيك والحومة هذيك سي مع الصحاب فهمت. عندك من زوز عندك من الفرنسيس ومن الامريكان تسمع؟ امريكان من اللي انا صغير نسمع فهمت من اللي عمري 15 سنة نسمع على امريكان. عندك ارتيست بذاتك نقول لك شكون من الامريكان شكون اكثر من الصحاب؟ انا صغير اكثر واحد سمعته في صغري ميثل مان الماث من الاول كنت بالرسمي معناها السيد هذاك من بعد ما نقولكش ما عادش يعجبني ما زاد جات ناس اخرى فهمت صاحبي اون براند اخرى نتاع موسيقى كيما قلت لك اللي ما يطور صاحبي يموت سواء في الموسيقى ولا في الحياه معناها فماش ما نمنش بالتيرم نتاع اولد سكول ونيو سكول
موسيقى قاعدة تطور، اللي يحب يتطور معاها يتطور، اللي يحب يقعد يقعد. بعد كان تعمل فيزيوال اقوى من تيتر، التيتر نتاعك كيما جاي يمشي. ليه مش كيسيون ماشي، كيسيون صاحبي انا نتفرج برجولاي في برشا افلام، نحب السيريات معناها نحبك معناها، حتى كي نتفرج في كليب ماذا بيا الراي ماش بيا يا ما فهمت فاش نحكي، ماهيش مشكلة هنا. حسب في تونس فما كليبات. فما كليبات مش كذب عليك، نحن ديما في كليباتنا تحس معناها حتى كان الفكرة قوية ديما تحس نقص المويا نتاع التصوير، خاطر فما جور نتاع معناها فما جور معين نتاع كليبات راهو فلوس فهمت، ما ابار اي فيزيوال معناها كاسح كاسح، تويتي فكرة بشويه فلوس تعمل فازة من برجوليك شوش الفيزيوال هذاك اللي يفجع والضوء اللي يفجع، فازة هذيك الكل صاحبي لازم فلوس. فهمت شنو هي كيفاش تحب تكمل الانترفيو نتاعك؟ اسكو عندك تيتر باش تهبط؟ والله صاحبي فما برشا موزيكا هاب كيما وعدت العباد، وهذا كور صار بيناتنا مانيش باش نخلف فيه. كل نهار 15 ان شاء الله تكون ثما فاز من هنا لاخر العام، من بعد نحكي في اللي بعده. اوكي خويا مرحبا بكم خويا، عايش خويا.